احنا نشوف في هذا التقرير الصوتي هي ايه قصة فكرة الاصابات اللي بتداهم لاعيبة النادي الاهلي، محتاجة بحث على نطاق اوسع شوية. انا كنت فاهم ان المسألة زي ما بيقولوا تتعلق بأرضية الملعب، تتعلق بضغط المباريات، تتعلق بشد عصبي، تتعلق بأحمال تدريبية، كل التفسيرات ديت ثبت انه لا مش صحيح، لانه هي امتدت الى الصحفيين والاعلاميين الأهلوية. ما ان اتصلت بالاستاذ حامد عز الدين عشان يكون ضيف عزيز علينا النهارده، فوجئت عنده اصابه هو راخر. استاذ حامد اهلا بيك والف سلام عليك. اهلا بيك يا ابو خليل. الف سلام. هي المستشفى ناقصه والله. ال- 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 الحقيقه يعني التوقيت كان عجيب جدا جدا، لكن يعني وانا بحكي هحكي اللي حصل. لابد ان اوجه الشكر والتحيه والتقدير لهؤلاء العشاق للنادي الاهلي في مدينه شرم الشيخ، حيث كانت الوعكه والوقعه الواقعه ان هم يعني انا يعني انا كنت رايح طبعا عشان اشارك في افريقيا 2018 للاستثمار في القاره الافريقيه، في حضور عدد كبير من رؤساء الدول الافريقيه، وفي تنظيم اكثر من رائع، لانه مصر على ما يبدو اصبحت خبيره من الخبراء الكبار في تنظيم مثل هذه الاحداث الكبيره. صحيح، في شرم كمان تحديدا، في شرم الشيخ. الاهلاويه يعني انا لم انا كنت ناسي خالص يعني اللي في دماغي كله انا بتكلم على حاجه في الاقتصاد وافريقيا، في ندوات كتير وارقام واقتصاد واستثمار وبنوك وكذا وكذا، هو ده اللي في دماغي وانا رايح. لكن من اول صبيحه اليوم الثاني انا وصلت بالليل، والمؤتمر هيفتتح الثاني يوم الصبح، ولابد ان يبقى موجودين بدري. فقابلت الناس في الفندق، ف انا بقيت مستغرب من اهتمامهم بيا اصلا. وبعدين يعني بعد ما اقول له اهلا بيك وكذا وبتاع، يقول لي طمنا على الاهلي. فانا اقول له انا جاي عشان، يقول لا انت اللي هتطمنا على الاهلي، احنا ما شفناك قلنا يبقى الاهلي جاي وحاجه زي كده. قلت لهم يعني انا اتمنى ابقى دايما يعني ايه ارتباط شرطي بالنادي الاهلي. بس افريقيا في حاجه تانية. لكن انتهى المؤتمر على خير. واليوم التالي كل الوفود مسافره، الطيران كل 25 دقيقه من مطار شرم الشيخ طالعه طياره راجعه على القاهره يعني. انا خلصت كل حاجه، وبعدين في الحمام اخذت الدش، رجلي الشمال زحلقت على ميه فوقعت على دراعي الشمال بألم كان فظيع جدا. بقيت بفكر في ثلاث اربع حاجات. الاول ان انا اقف، وثانيا انا معايا شنطه ونص. طب هعمل ازاي؟ انا دراعي مش حاسس بيه تقريبا. ولكن مواعيد طياره، الطياره لازم نتحرك. وتحركنا ودخلنا مطار شرم الشيخ. حد من العاملين يعني المسؤولين عن المساعده زي دي دخلني جوه. لكن ده في طابور عشان البوردنج وكذا، ففوجئت بعدد كبير جدا، وكأن كل اللي موجودين في المطار انذاك كلهم اهلاويه جاؤوني يعرضون المساعده، ولم يكلفوني عناء حتى ان انا اقف في طابور ولا ان انا اعمل اي حاجه. الناس بتوع الامن بتوع مصر الطيران شافوا الحاله اللي انا كنت فيها فساعدوني مساعده جامده جدا، الى ان عدت الى القاهره، ومن مطار القاهره الى مستشفى، اقرب مستشفى، على اساس اطمن، لان الالم كان فظيع جدا. الف سلامه يا اسحام. الف سلامه. ومعرفش هي دي العين الغريبه جدا يعني. ربنا ينجي الاهلي وكل الاهلويه. انا بس حكايه اصابات الاهلي، احنا بنتكلم وبندور على يا ناس، اي فريق يلاقي الاهلي على اي مستوى يعني هي اضرب. انا اتذكر كان الاهلي يلاعب الزمالك، وكانت اخر تعليمه لمدافع الزمالك نبيل محمود
من الكابتن احمد مصطفى اضرب اضرب آه. بس خلي بالك انت جوه ولا بره. اضطرد فيها نبيل بعد خمس دقايق على خمس دقايق. لا اضطرد. هو العنف فعلا العنف ضد لعيبه الاهلي. كلمني بعد المباراه مباشره الدكتور جلال الجنزوري اخو الدكتور كمال. نعم. واهلاوي عاشق للاهلي ولديه نفس القدرات حتى في الحفظ الذاكره الحيه جدا للارقام بشكل غير طبيعي مذهل. نعم. قعد يعدد لي عدد الاصابات وعدد الفاولات الخشنه اللي ارتكبت مع اللعيبه. بيقول لي احنا يعني قال نفس التفسير اللي حضرتك بتقوله انه العنف اللي ضد لعيبه الاهلي في المباريات غير طبيعي. طبعا. ومحتاجه احنا ما بنتكلمش ليه في الكلام ده يا جماعه. هذه حقيقه. لعيبه الاهلي تتعرض للارهاب في كل الملاعب، مش الملاعب العربيه والملاعب المحليه والملاعب الافريقيه. ضرب ضرب ضرب. احنا اول دقيقه في ماتش الترجي في القاهره كان دماغ وليد مفتوحه. صحيح. اول دقيقه هناك كان يعني حد كان داخل عايز يعني ايه يشيله من على الارض. أيوة. يشيل ايا ما كان. أيوة. ايا ما كانت النتيجه. لعيبه الاهلي بتتعرض لعنف لا يتعرض له اي فريق. اي فريق في حمايه قانونيه. مارتن لاسارتي مبروك. الله يبارك عليه. عليه طبعا. حلوه. اي حد له علاقه بالرياضه وبكره القدم على وجه الخصوص ان يرتبط اسمه نادي الاهلي فيبقى نقول له مبروك عليك الاهلي. انه هيدخل تاريخ مختلف وهيعيش في مناخ مختلف لانه الناس قالوا له انت رايح اعظم نادي في القاره الافريقيه. هذا هو الاهلي. هذا هو الاهلي الذي يحاول البعض انه يضعه في مقارنات مع غيره. مين غيره؟ مين غير الاهلي؟ يعني انت بتقارن الاهلي بايه؟ انت بتقارن الاهلي محليا؟ اضحكتني. بتقارنه افريقيا؟ اضحكتني. نحن النادي الاهلي جماهيره ومسؤوليه واعضاؤه استقبلوا حصوله على مركز الوصيف في بطولة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، أكبر بطولة على مستوى الأندية في إفريقيا، بحزن شديد وكأن الدنيا السماء انطبقت على الأرض واعتبروا الأهلي وقع وهو إفريقيا. أيوه. أي أن الحاصل على البطولة بياخد خمس درجات في تصنيف بطل القرن الحادي والعشرين والتاني بياخد أربعة. مش بتكلم طبعا على المكاسب المادية. انت كسبت 3-1 وكسب 3-0 يعني حتى لا وكسب. احنا كنا مين اللي بيلعب؟ يعني احنا كنا بنلعب بدون خط دفاعنا كله. صحيح صحيح. بدون خط الفرود بتاعنا كله. صحيح. بدون المدافعين بتوع الوسط اللي معانا. احنا كنا بنلعب ب 3 من 11. احنا كنا بنلعب ب 3 من 11 بظروف غايه لها اسبابها ولها كواليسها ولها حاجات كتير. وما جرى داخل الملعب انه فعلا استاد رادس لم يكن ملعب كرة قدم. صحيح. كان ملعب اي حاجة تانية مش كرة قدم. اذا مبروك عليه مارتن لاسارتي. لاسارتي المدرب الاوروجواياني للاهلي رسميا تم التوقيع. شفتوا حضراتكم بعض اللقطات من وجوده في النادي، لكن هنشوف في هذا التقرير الصوتي هي ايه قصة الاهلي مع المدربين الاجانب. يحتفظ التاريخ في ذاكرته بأسماء 23 مدربا أجنبيا من دول ومدارس تدريبية مختلفة قادوا فريق الكرة بالأهلي فنيا على مدار تاريخه الزاخر بالبطولات. كان من أبرز هؤلاء المدربين المجريه ديكوتي الذي حقق 5 بطولات للدوري وبطولة واحدة لكأس مصر. يذكر له أنه كان صاحب نمط تدريبي جديد على الكرة المصرية تمثل في قراءة خطط لعب الفرق المنافسة وقراءة الملعب. ثم الألماني فايتسا الذي عمل مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط استطاع خلاله تحقيق بطولة الدوري وكأس مصر والكأس الأفرو أسيوية. يبقى ساحر البرتغالة فريدة بين كل من تولوا قيادة الأهلي
حيث حقق وحده مع الأهلي 19 بطولة متنوعة وحصد معه برونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن إدخال طرق لعب جديدة استفادت منها الكرة المصرية. اعترف بذلك الكابتن حسن شحاتة الفائز بثلاث بطولات لأمم إفريقيا. يذكر التاريخ آخرين منهم حصلوا مع الأهلي على بطولات متنوعة وهم الإنجليزي الألماني راينر هولمان 4 بطولات، الألماني راينر تسوبل وحصل على 5 بطولات، فريتز وحصل على 3 بطولات، وأخيرا الإسباني جاريدو وحصل على بطولة السوبر المصري، ثم قاد الأهلي للفوز بكأس الكونفدرالية لأول وآخر مرة باسم فريق مصري منذ أقيمت البطولة وحتى اليوم. مدربون آخرون تركوا أسماءهم للتاريخ كمدربين للأهلي مثل الإنجليزي مايكل إيفرت ودون ريفي وماك برايد وجيف باتلر، والألماني ديكسي، والبرتغاليين بيسيرو وتوني أوليفييرا، والفرنسي كارتيرون. اليوم تتطلع جماهير الأهلي إلى طموحات تعلو فوق السحاب، تأمل بأن يحلق المدير الفني الجديد لاسارتي الأوروغواياني مع الأهلي في سماء البطولات. هي بلا شك تجربة جديدة مع مدرسة تدريبية مختلفة لأول مرة من خارج القارة الأوروبية. يتمنى لها الجميع أن تناطح طموحات قلعة البطولات. ثلاثة وعشرين خواجة قادوا أحلام الأهلي عبر تاريخ كرة القدم في النادي، منهم ثلاثة أصحاب التجارب الزاهية جدا، يعني إذا كان هيدي كوتي أو ديتريش فايسا أو مانويل جوزيه. بين كل هذه الجنسيات المختلفة للثلاثة وعشرين، هذه لأول مرة الأهلي يتجه اتجاه لاتيني، يجيب مدرب من أمريكا الجنوبية أو من برة أوروبا عامة، ده أول مدرب غير أوروبي للنادي الأهلي. شايفها إزاي؟ أنا شايفه أقرب واحد لجوزيه. لجوزيه؟ طبعًا أقرب واحد لجوزيه في التوقيت بتاع حضوره، في أنه إن شاء الله سيصنع اسم ويبقى نجم من النجوم الكبار كما فعل جوزيه في البرتغال. البرتغال أقرب إلى أسبانيا واللاتين من صحيح. من أوروبا. من أوروبا. والأهلي بيظهر جدا جدا مع مدربي هذه المدرسة. بس دعني قبل ما نرحب ونتمنى كل الخير للخواجة الجديد لازارتي، انه انا اقول انا اعتقد انه قرار الاستغناء عن الفرنسي كارتيرون كان متسرعا بشكل واضح، لأنه أنا مش ممكن أبدا حضرتك أقول لك أنت مدير شركة ونيجي نتحاسب ألاقيك أنت طلعت التاني في بطولة خدتها وأنت كنت الأخير في ظروف غاية في الصعوبة، فيدفعني للانفعال السوشيال ميديا، لأنه في هناك فرق بين مشاعر الجماهير العاطفية المتحمسة وبين أن تكون مسؤولا. رجل كان يحب الأهلي وكان سعيدا. كل أجنبي ارتبط بالأهلي أحب الأهلي، إذن هي يعني لا نحكم العاطف، لكنه أنا لو قلت من الناحية الكروية لو الأمر تم بحثه بشكل كويس مش في صالح مارتن، مش في صالح كارتيرون، لو تم مناقشته على طاوله فنيا. نعم. لانه احنا اولا فكره ان الاهلي ما بيغيرش اثناء الموسم من سنه 90 91 حتى النهارده، دي المره ال 11 اللي غير فيها الاهلي مدربه اثناء الموسم، ال 11 ومع كل المجالس من 90 لغايه هذا المجلس الحالي 11 مره اتغيروا المدربين. انت لما بتناقش الامر بشكل فني في اخطاء يمكن قبولها مرجعها لكل الظروف، لكنه القياده الفنيه والاداره
الفنية للفريق لو وجدت بعد انتهاء مرحلة مهمة، ولعل انتهاء دوري أبطال أفريقيا والخروج العربي مرحلة كفيلة بالمناقشة، لو ناقشتها على سبيل الفني، في تقديري لا تفضي إلا لصالح الرجل. فأنا أعتقد أنه ربما القرار تأخر علشان الارتباط. وهي على فكرة مش مانويل جوزيه لما جه النادي الأهلي في الولاية حتى الثانية جه بعد توني أوليفيرا. توني أوليفيرا كان يسبقه في التصنيف في البرتغال بشكل كبير، واحد من المدربين الكبار جدا في التصنيف البرتغالي، لم يحقق أي شيء للأهلي بعكس مانويل جوزيه أقل تصنيفا منه وقتها، شوف عمل نجاحات قد إيه. فهي أنا بعيدا عن التصنيف مش لا مش تقليل من كارتيرون، لكنه واضح جدا كانت عنده مشكلة في الإدارة الفنية. لا، كان عنده مشكلة في حجم في المستشفى الأهلاوي، كان عنده مشكلة في غياب عدد كبير جدا من العناصر الأساسية في نفس أنا الوقت. أنا هنا على في هذا البرنامج يعني، بس مش عايز أتدخل كتير. تكلمت على أسوأ ما حاصل إن أنت مغير شكل الفني وشخصية الأهلي التكتيكية اللي الأهلي ناجع بيها وناجح بيها بقوة من أيام أبو تريكة ثم عبد الله السعيد ثم مين صنع اللعب، واخد بالك؟ الراجل تكتيكية لا تناسب شخصية الأهلي الفنية. أنت النهاردة ناصر ماهر هذا لاعب يمكن أن يهمل؟ ليه؟ غير طبيعي، لا يهمل لمنتخب مصر حتى، مش للنادي الاهلي على فكره. وطالبنا احنا هنا لولا ان احنا ما كناش عايزين يكون المساله تدخل في الشان الفني، لكن كنا بنتكلم على في قدرات يجب، حتى انا قلت لفظ ساعتها والمهندس عادل ناقشني فيه، تمكين الموهوبين. انت احمد الشيخ يمشي؟ يعني انا مش عايز افيض في مناقشه الاخطاء الكتيره جدا اللي قادت الى هذا النتاج، لكن مؤكد ان القرار كان نتيجه دراسه فنيه متانيه، ومؤكد انه كابتن الخطيب لما عكف على هذه الدراسه منغلقا كانت قدامه معطيات كتيره ربما اكتر من اللي الناس بتتداولها حتى. ربما بس انا الراجل ده لو كان اخذ يعني لو كان استمر ما كانش هيبقى، بس يستمر في ظروف طبيعيه. الراجل بدا بظروف استثنائيه كتير من الظروف هو صنعها يعني انا حتى قلت وقتها للمهندس عادل لفظ، قلت له مدربين الكوره لن تستطيع معهم صبرا، لانه يخلق لك الازمه ويجي يشتكي، وهي لما تيجي تناقشها طب هو يقول لك النقص العددي. النقص العددي وانا عندي 5-6 لعيبه منهم ناس كانت هدافه الدوري، يعني احمد الشيخ هذا المهمل كان راجل مرتين ياخد هداف الدوري بره النادي. انت النهارده بتسعى ان انت بسرعه تسجله في افريقيا، يعني شوف انت خسرت قد ايه على سبيل الافراد الموهوبين. ايام ما كان الامر فانا انتظر، انما انا اللي يهمني الخير للاهلي، اللي يهمني ان الراجل مشي بشكل محترم وعبر عن شكره، والاهلي وجه له شكر بشكل لائق جدا، حتى الاستاذ خالد درندالي لما قال له يعني الراجل احترم جدا انه عرف القرار من رئيس البعثه وبشكل لائق ومحترم. على كل احنا بنرحب بالجديد، بس لابد ان نشكر الاخر اللي لابد ان انا كان عجبني السيد عبد الحفيظ في المؤتمر انه وجه شكر لكل الناس اللي اشتغلت في الفتره اللي فاتت وادت دورها، يعني هي برضو المساله لا تبخسوا الناس اشياءهم، بس برضو لا تنسوا ان تحددوا الاسباب الحقيقيه. ما تدينيش لابد ان كل اداره ناقصه أهم المسؤولين اللي فيها، وبعدين تيجي تحاسبنا على النتيجة إزاي؟ ناقص في حاجات كتيرة جدا ناقصة، تعرضنا لظلم فادح في أكتر من حاجة. لا، بالتأكيد أنا أوجه لهذا الرجل تحية على الفترة اللي قضاها، ويعني آسف لسوء بخته. صحيح، اسف لسوء بخت. على فكره ما هو في كتير مدربين بيبقوا كويسين جدا وما يواجهوش حظ كويس. انا اسف، مش محظوظ في مرحله معينه، وان شاء الله بتمنى انه مسيو دولا ساراتي يكون حظه افضل منه. متاثر بالثقافه الفرنسيه انت. طيب النهارده كارتيرون مستر مارتن لاسارتي عقد مؤتمر صحفي
بدأ قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. وضح سيد كيف تم التعاقد مع مارتن لاسارتي وإزاي الأمور مشيت وإزاي الناس ما عرفتش. نسمع سيد عبد الحفيظ. في البداية يمكن شيء بشيء يذكر، ما خدناش وقت طويل في الحاجة في الأمور التفاوضية مع مستر مارتن، يمكن الأمر كان شبه محسوم من البداية، اسم النادي ومكانته وهو كمان إمكانياته وقدراته إن شاء الله الرحمن يبقى حاجة كويسة. ما خدناش حوالي بتاع 10 أيام أو أقل من كده بشوية. مدة التعاقد كلها هتبقى سنة ونص بإذن الله، هتبدأ من فعالياتها من آخر ديسمبر إن شاء الله، يعني ممكن 27 أو 28 يكون موجود هنا في كقيادة فنية للفريق. هتمتد الموسم ونص، ينتهي بموسم 2019-2020. وطالما ذكرنا بعض الأسماء اللي زي كده لكن أو الأحداث اللي شبيهة في الجزء ده، لازم كمان نتكلم على أهمية المرحلة وأهمية التواجد فيها وأهمية المنظومة ككل، سواء كانت من الأجهزة الفنية أو من اللاعبين. كل اللي نقدر نقوله أو نوعد به إن إحنا إن شاء الله الرحمن اللي جاي بالنسبة لنا يبقى أحسن إن شاء الله الرحمن. طيب ده الكابتن سيد، وهو بيأكد على إنه مسألة التفاوض استمرت أقل من 10 أيام أو 10 أيام تحديدا، وإنه كان في توافق كبير جدا بين الطرفين إلى أن تم الاستقرار على بنود العقد. سبب اختيار لاسارتي، إيه فلسفة اختيار مدرب من أمريكا اللاتينية أو من الأوروغواي للنادي الأهلي؟ هو نفسه أجاب، نشوفه. ¿Por qué elegir al Ali? هو اختار الأهلي ليه؟ Es un gran club, un grandísimo club. هو نادي عظيم ومن أعظم النوادي الموجودة في المنطقة. Con una gran historia. ليه تاريخ عظيم. Y con grandes objetivos. وأهدافه عظيمة برضو. Cosa que a mí me gusta y que me agrada y que estoy acostumbrado. وهو عجبه إن يكون ليه أهداف عظيمة، النادي نفسه ليه أهداف عظيمة، وده اللي عجبه وهو متعود على كده، إن هو يختار الموضوع النوادي اللي ليهم أهداف عظيمة. Vivo el fútbol con pasión. هو بيعيش الكورة بشغف. Y la idea lógicamente es venir aquí a ganar. وهو جاي مصر عشان يكسب. هو جاي عشان يكسب. ¿En qué cosas nos vamos a apoyar para ganar? ايه الوسائل اللي تدعم عشان نكسب؟ Lógicamente en el trabajo. في الشغل طبعا. En un plantel de futbolistas muy rico, muy bueno. تشكيلة لعيبة تكون كويسة وجاهزة. En el entendido de que cada uno tiene que hacer su trabajo. ومفهوم من ده ان كل واحد يبقى يعمل شغله كما يجب. Joven, experiente, estrella o recién iniciado. لاعب صغير السن او كبير او نجم، كل واحد لازم يقوم بواجبه. Todos tenemos que entender que somos un grupo, un plantel. كلنا فريق واحد، مجموعة واحدة. Para la consecución de esos objetivos. عشان نوصل للهدف بتاعنا. نادي له تاريخ عظيم، بس كمان المهم ان اهدافه عظيمة. وهو واضح انه عنده شغف لتحقيق ده، انه عارف انه الاهلي اهدافه كبيرة قوي وهو حابب يخوض ده. تركيبة ذهنية بهذا التكوين، رأيك ايه؟ انا دي اعتقد عشان كده انا قلت هو اقرب ما يكون ل مانويل جوزيه. انه كل واحد يعمل شغله وعايز الناس الكويسة الكبار والصغيرين الجميع يعمل شغل اللي مظبوط، نشتغل شغل جماعي على اساس ان احنا نحقق الهدف. انه هو متاكد انه الاهلي هو رقم واحد، رقم واحد محلي وافريقي وترتيبه العالمي. ترتيبه العالمي ما ننساهوش. هو هيتكلم على ده. هذا الاحساس هو بيشتغل مع مين؟ وجمهور الاهلي العظيم اللي هو بالتاكيد سمع عنه وجابوه له من السفاره الاورجوانيه من هنا وقبل ما يجي وهكذا. ان شاء الله ان شاء الله يكون دافع لهذا الرجل لكي يصبح يعني مانو جوزيه اورجواياني. جوزيه الاورجواياني. طيب برضو بالمدربين الاجانب باستمرار، مش بس الناس تسال على السي في بتاعهم درب مين، لا كان السؤال طلع مين، اكتشف مين. نشوف
لاسارتي كان إسهامه في نجوم كبار عالميين اكتشفهم. Vengo de un fútbol donde la darle oportunidades a los jóvenes. هو بيجي جاي من عالم في بيدي فرص للاعيبه الجداد. Es cosa de todos los días. ده بيحصل معاه كل يوم. He sido afortunado, el afortunado he sido yo en realidad. كان محظوظ de haber tenido en el camino en este caso primero a Luis Suárez. ان في طريقه اكتشف سواريز. Y después y después a Antoine Griezmann, ¿no? و غريزمان también. En realidad los buenos son ellos. والحقيقة إن هم اللي كويسين هم ظهروا في طريقه. Pero sí me gusta, sí me gusta la posibilidad. Si veo talento, si veo personalidad, si veo deseo, me gusta darle la oportunidad al joven. هو يحب إن هو يكتشف حد يكون عليه شخصية ولعيب موهوب وبكده يقدر يساعده. ده تأثير التغيير. إنك أنت بتضخ روح جديدة، طموحات جديدة، ثقافة تانية، لأنه أنت متخيل تأثير الراجل في حتة إن أنا غاوي اكتشاف ناس، غاوي تقديم ناس جديدة، واتكلم طبعا على سواريز وجريزمان وباحترام قال لك هم كويسين لأن هم اتحطوا في طريقي، يعني هو ما نسبش حاجة لنفسه. لا هو قال لك هم طبعا هم كويسين، وهنا الباقي شغله هو. الباقي شغله زي اللي هي عينين الفترة بتاعت جوزيه، يشوف اللاعب ده ويشوف اللاعب ده ويبقى عارف هعمل بيه ده ايه وهعمل بيه ده ايه. فالنقطة دي في السي في بتاعه من أهم الحاجات. السي في بتاع هذا الرجل مشرف جدا، يعني سي في مشرف جدا لمدرب يستحق أن يكون على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي. وأعتقد إنه ان يكون هو الاول من امريكا اللاتينيه اللي بيشتغل في مصر امريكا اللاتينيه، يعني ايه من اللي هم العباقره والاساطير بتاعت كره صحيح. القدم يعني اورجواي دي مش حد قليل، لا ده يعني دوله من دول صانعه التاريخ صحيح. في كره القدم. فاللي انا شايفه منه لغايه دلوقتي، وبعدين النهارده هو كان في الملعب وكان واضح انه مركز في الماتش بتاع الاهلي والنجوم، وانا اعتقد انه الاهلي لعب ماتش كويس جدا، ولكن لا تزال مش هنقول اللمسه بصراحه، البخت. البخت مش ماشي، والا كان الماتش ده طلع بنتيجه كتيره جدا زي ما حصل في الماتش اللي قبليه. ويا رب يكونوا دول اخر ماتشين يتخلى عنا الجنرال توفيق. طيب الراجل، ولعل ده كان واحد من حيثيات اختياره او الاتجاه لهذه المدرسه اللاتينيه، ان هي اقرب في التكوين النفسي والثقافي لطبيعه اللاعب المصري، يعني زي ما انت اشرت انه اقرب لمانويل جوزيه، وبالتالي الكيمياء واحده، تقدر فعلا تحط ايدك على مفاتيح التعامل مع هذه الشخصيه المصريه، وده اللي نجح فيه مانويل جوزيه، واللي وضح انه لاسارتي مهتم بيه، مهتم بازاي يقدر يقدم لعيبه. قال انا جاي من منطقه بتهتم جدا باظهار لاعبين جدد. لا يعني مش بس هو وصف، قال بالاسباني اللي هو بيستخدمه اما جاي يوصف الكوره، هو بيتكلم على العاطفه، على الحماسه، الحماسه الكرويه، ودي مهمه، وهم طبيعتهم قريبه مننا صحيح. هم يعني شعوب امريكا اللاتينيه فيها الحب الفياض، مش البرود الاوروبي، مش البرود الاوروبي لا يعني العاطفه البارده اوروبيه شويه طبعا يعني الماني انجليزي موضوع مختلف عن بتوع امريكا اللاتينيه، ودي هتتوافق مع اللاعب المصري. جوزيه كان بيوصل بيه الامر، يشوف هم عايزين ياكلوا ايه ويجيبه لهم على اساس يعني يفكوا عن نفسهم اللعيبه. فاحنا بنقول جوزيه لانه هو نجح في ان يفرض نفسه كواحده من اساطير التدريب في تاريخ النادي الاهلي. بالتاكيد. ايضا كل مدرب يجي لازم يلاحق بسؤال، ايه طريقه اللعب اللي هتلعب بيها؟ باستمرار، وكانه الزملاء اللي بيبقوا حاضرين المؤتمر فاهمين ان الراجل يقدر دلوقتي يقول انا هلعب بالطريقه الفلانيه. سالوه النهارده نشوفه قال ايه.
El hecho de haber trabajado en diferentes sitios, en diferentes lugares. إن هو اشتغل في أماكن كثيرة وبلدان كثيرة. Ha hecho de que uno de alguna manera aprenda a utilizar diferentes formas, diferentes sistemas. ده بيساعد إن هو يستخدم طرق مختلفة في شغله وتكتيك مختلف. Siempre creo, yo por lo menos, que primero están los jugadores y luego el sistema, y no al revés. هو يعتقد إن الأول اللعيبة وبعد كده التكنيك بتاع اللعب. Es muy importante hacer un diagnóstico, observar lo que uno tiene. الأول لازم يدرس اللي عنده وبعد كده يقرر التكنيك اللي هيستخدمه. Para elegir el sistema adecuado. ويستخدم التكنيك المناسب. Seguramente en algún caso será un cambio no brusco, será un cambio que se va dando poco a poco. Si es que lo hay el cambio, ¿no? بيقول إن التغيير في التكنيك مش هيكون شديد في الأول، ممكن يكون تدريجي. حاجة حاجة يقدر يغير في التكنيك اللي بتاع اللعب. No sé, por decir un ejemplo y de los números, en Europa es muy común jugar 4-2-3-1. Por ejemplo. في أوروبا بيلعبوا 4-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Y en Latinoamérica 4-3-3. في Latinoamérica 4-2-3-4-3-3. Elegiremos el más adecuado. هيختار الطريقة المناسبة لمصر. خلاصتها اختار الطريقه اللي تناسب اللعيبه بتاعتي. لا ما هو السؤال معلش انا يعني السؤال بتلعب ايه؟ يعني ايه الطريقه كانه ايه هو جاي والطريقه بلاستيك معاه يعني السؤال بصراحه يعني انا ما كنتش اوجهه له لانه سؤال مش مظبوط مش صحيح يعني هستفيد ايه؟ هيقول لك كده يعني هو في مدرب بيلعب بطريقه واحده جوزيه كان بيلعب باربع خمس طرق لا وهي هي الفكره اصل ده مش يعني دي مش دي الهويه الفنيه بتاعته راجل جاي بيقول انا بلعب عشان يعني احقق نجاح بالقدرات اللي موجوده وهيلعب الكوره بتاعته بالتكتيك وقال هغير في التكتيك بس هغير تدريجي ايوه يعني مش يعني انا اشوف انتوا بتلعبوا ازاي الاول لا هو السؤال انا هحدد ما انا ممكن اكون بلعب بطريقه واجي في المباراه الثانيه اما اشوف المنافس مش في المباراه الثانيه لا ده في الشوط نفسه ممكن يلعب بثلاث طرق بالظبط اشوف المنافس فانا اغير طريقتي لو المنافس في عنده نقط او الافراد اللي عندي يناسبهم يعني طريقه ايه طيب برضو من الاسئله اللي دايما تتسال للمدربين في مثل هذه المناسبات بتوعد الجمهور بايه سالوا لسارت نشوفه يوعد جمهور الاهلي بايه بالظبط Promesas son promesas y no está yo prometo trabajar الوعود دايما وعود لكن هو يوعد ان هو يعمل ويشتغل ojalá que podamos conseguir esos retos ¿no? وبيقول طبعا يتمنى ان هو يكسب ويوصل للبطولات دي pero sí prometemos trabajar mucho para لكن هيشتغل يوعد ان هو يشتغل بجد وهو ده الاهم حاجه ده الاهم ما اقدرش اوعد بطولة انا بوعد بالشغل اوعد ان انا هشتغل كويس ايوه أيوة. اول ان انا هسعى ان انا اعمل كل حاجه بس في النهايه يعني هو في دي اوروبي شويه هو دي في دي اوروبي شويه ان هو عايز الصعيدي يقول لك هاخد الدوري لا ده يقول لك كل البطولات خلاص اضمنوها وهي في جيبكم كده لا الاهلي عنده اسباب كتير اضافه للمدير الفني وانا يعني الحقيقه ما تابعتش المؤتمر الصحفي حتت صغيره منه يعني وهو على الهواء لكن الان مركز معاه وشايف انه كلام منطقي جدا عاقل جدا هو عارف هو بيقول ايه وعارف عايز يعمل ايه طيب مدرب جاي في توقيت مقبل الاهلي فيه على الانتهاء من الصفقات الشتويه هل المدرب الجديد له دور برضه بيتسال نفس السؤال وكان الراجل عارف مين هم بس اتسال ايه دورك في الصفقات الجديده للاهلي نشوف مارتن لاسارتي رد بايه seguramente nosotros recién llegamos pero seguramente en la elección de algún futbolista que pueda llegar al club اكيد في اختيار احد لاعبين الجداد للاهلي tendremos nuestro protagonismo nuestra postura junto con bueno lógicamente con Sayed con مستر سيد عبد هو هيكون لي دور مع مستر سيد واداره النادي الراجل واضح خلاص انا من دلوقتي اللعيبه اللي هتيجي بعد كده مع مستر سيد هيبقى لي راي بيني انا وهو
ودي مسألة طبيعية. أنت خلاص أنت جبت مدرب، أي لاعب هتجيبه والمدرب موجود لازم أنا هتاخد رأيه فيه، ولا محتاجة سؤال؟ طبعاً. يعني مش هتغيب الراجل بالذات في عرض الأسماء الجديدة عليه. أيوة. لكن أنت أوكي في صفقات أبرمتها وخلصتها بناء على رؤى فنية عندك أنت، هو هيتعامل معهم كأنهم موجودين زي بقية العناصر اللي موجودة في الفريق. والجديد لازم يبقى هو له رأي فيه، لأنه ممكن يبقى له دور هو نفسه في اختيار لاعبين من حتة احنا يمكن ما مش حطيناها في اعتبارنا. ولكن أنا أعتقد أن رأي هذا المدرب الأوروغوياني تغير بعد ما شاف الماتش بتاع الأهلي النهاردة اللي هو حضره في الملعب، وهي أول مباراة أعتقد يشوفها له في الملعب. لأنه يعني الأهلي برغم كل الغيابات، لا الأهلي فريق قوي جدا ويسعد أي مدرب إن هو يتعامل معه. اللعيبة كان عندها برضو انتعاشة، برضو وجود مدرب كله عايز يقدم نفسه، كله عايز حريص على فرصته، وهي دي برضو ثمار التغيير، انك باستمرار ضخيت جو جديد، كل واحد تخلص من اي مشاكل سابقه او من اي منغصات نفسيه وعايز يقدم نفسه بطرح جديد. فكان الكل النهارده تحس انه حاطط في دماغه ان الراجل بيسجل. صحيح صحيح. فكله بيسعى للفرصه وده التنافس. ما انا عشان كده فرحت جدا 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 لوليد ازارو. لانه الاجوان اللي ضيعها كانت كتير. صحيح صحيح. انا كنت نفسي اساله انت بتضيع ازاي؟ فربنا كرمه بجول، ده ما جابش جول. انا كان نفسي ربنا يكرمه، ده مؤمن اللي جاب، مؤمن وقف مكانه وجاب هو. طيب برضو من الحاجات ما نسينا نساله على اصابتك انت والله. بس هو على معدل الاصابات في الاهلي عالي ليه؟ نشوف مارتن لاسارتي قال ايه. Hemos hablado del tema de las lesiones. هم اتكلموا عن المصابين، اللعيبة المصابين. Eso es un tema que siempre preocupa. ده بيقلقوا شوية طبعا. Y bueno, y veremos a ver qué plan podemos o qué estrategia podemos llevar adelante para que esos futbolistas que han sufrido diferentes dificultades. هو هيشوف ازاي يقدر ياخد الخطة المناسبة لتفادي المشكلة دي. No las tengan en el futuro. وعشان خاطر ما نقعش في نفس المشكله في المستقبل. Por ejemplo, alguna preparación especial con alguno, por ejemplo. مثلا اعداد مميز لاحد اللاعبين او هيشوف ايه الطريقه المناسبه عشان خاطر يحسن الموضوع ده. طيب هو في الجهاز معاه يعني معاه مدرب مساعد، طبعا الكابتن محمد يوسف مستمر كمدرب عام، وفي مدرب للاحمال البدنيه. وجود مدرب جديد معاه للاحمال البدنيه ممكن يحل لغز الإصابات الغريب ده؟ ما إحنا برضو الـ 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 الإصابات يعني أقول إيه؟ يعني نجيب اكسدامات للعيبة الأهلي من الضرب اللي بيضربوه. بس ما أنت يعني الضرب حاجة في إنما عندك إصابات عضلية كتيرة برضو. أيوة ما هو يعني أنا قصدي إيه، الإصابة عضلية ولا في العظم ولا في كذا، لأنه إحنا بتلعب علينا جامد، فيبقى هو المطلوب انه التأهيل البدني يبقى يضع في اعتباره القوة والداشنج اللي بتلاقي بيه على النادي الاهلي. وقد يكون للمدرب الاحمال اللي موجود معاه دور في انه يحللنا جزء من هذه الظاهرة. وربنا يبعد عنا. المسألة تدرس كلها، يعني هي ظاهرة فعلا محتاجة تدرس كويس. ايوة اشمعنى؟ اشمعنى؟ لانه الناس بتلعبك بغل والوقت ضيق، ضغط الماتشات كتير طبعا، وفي ظل ضغط عصبي كمان، اجواء غير ايجابيه في المرحله اللي فاتت، ففي ضغط عصبي كمان زياده. ما هو ده موضوع احنا لازم نتكلم فيه، لانه احنا لازم نوجه رسائل لجماهير الاهلي في عصر السوشيال ميديا. انه انا بلاقي حد بيعمل تويت وبيقول انا اهلاوي، وبيقول كلام بيعمل ريتويتس كلها اكاذيب ضد النادي الاهلي. فيا جماعه لازم ناخد بالنا من الموضوع بتاع السوشيال ميديا، وجماهير الاهلي الحقيقيه لازم تعلن دعمها لفريقها، لانه شئنا ام ابينا فانه البعض يتصور ان الراي العام الاهلاوي
هو هؤلاء الجالسين وده مخترق. ده انت ما تعرفوش، انت لا تعرفه. صحيح. يعني انا النهارده بقى عندي لو عندنا الوقت يجي 20-25 مليون بيستخدمون الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فهؤلاء ال 25 مليون اصبحوا 25 مليون جريده و25 مليون شاشه تلفزيون و25 مليون محطه اذاعه، وانا ما اعرفش حد فيهم. اما الموقع بتاع الاهرام يقول، فانا وقال كذب، فانا هرد على موقع الاهرام. لكن لما واحد انا ما اعرفوش، ما اعرفلوش اصل، ما اعرفلوش عنوان، هعمل ايه؟ فلازم احنا الجماهير الاهلي تلعب دور مهم خصوصا. وقد اظهرت دراسه، تقرير جديد عن السوشيال ميديا، انه النادي الاهلي يتصدر السوشيال ميديا فرق كبير في القاره الافريقيه كلها برصيد اكتر من 11 مليون و600 الف. فدول مؤثرين، بس ما لا ينجروا تجاه اشياء ما لم تعلن، كلام غير صحيح. فالاهلي لانه جمهوره كبير، ولانه اسم الاهلي في وسط اي وسيله اعلاميه بيجذب الناس، فالكل بقى بيساهم في عمل لغط حوالين النادي الاهلي، في لغط حوالين النادي الاهلي، والاقزام تحولوا الى نجوم بالحديث فقط عن النادي الاهلي. هرجع لك لان هي قضيه مهمه جدا، لكن هل هذه الجماهير تمثل ضغط على لاسارتي والفريق؟ هل هو يقدر يشعر، او هل هو فعلا في تقديره ان جمهور بهذه الكيفيه وبهذه الضخامه ممكن يكون ده ضغط على الفريق في المباريات ولا لا؟ نشوف اجاب بايه. Comenté antes, dije antes, هو قال قبل كده de que estaba acostumbrado, انه متعود على en esa lista que yo hablaba de equipos campeones de copas, الليسته اللي هو اتكلم عليها ان هم 10 فرق اكتر استحواذا على البطولات. Hay un equipo de un país pequeñito, في منهم فريق من قريه، من بلد صغيره، que se llama Nacional de Montevideo, اسمه الناشونال الاهلي مونتيفيديو. Es el mismo significado además, ¿no? نفس الاسم للاهلي المصري، ناشونال والاهلي المصري. Que ha ganado las copas de Sudamérica e intercontinentales en más de una ocasión. كسب الكاس في امريكا اللاتينيه والقاري. Y de hecho tuve la fortuna de participar en una de ellas como jugador. وهو لعب في النادي ده لما كان لاعب. Y he dirigido ese equipo en dos oportunidades. وهو ادار النادي ده برضه في فرصتين قبل كده. Sé de qué va esto. وعارف يعني ايه الفوز. هو قال ان انا يعني عارف ان الاهلي بين في لستة العشرة الاندية الاكثر حصولا على البطولات في العالم، فقال انا عارف حجم الاهلي وشعبيته وبطولاته، وبيمثله بنادي اخر اسمه ناشونال برضو اللي هو الاهلي في مونتينيرو، وقال ان انا لعبت له وقدته في اكتر من مرتين، وعارف حجم الضغوط لنادي بالكيفية ديت. رأيك هو برضو السؤال يعني السؤال يعني هو الراجل بس يشتغل. انا هو بيفكروني باول بمؤتمر صحفي، اول مؤتمر صحفي اتعمل لديتر جفايتسا في النادي الاهلي، وكان حاضر المايسترو صالح سليم الله يرحمه. الله يرحمه. فالصاله مكتظه كعاده اي حاجه بينظمها الاهلي، كل الناس بتيجي تشوف. ففايسا بدا في نص المؤتمر يبص ويرفض الكلام، لانه قالي قبل كده 3 مرات. واللي جاي الناس مصممه تقول لا، وهو جاء عليه الدور وعايز يرفع ايده ويسال فيسال سؤال، فالراجل سكت، الراجل يسكت. فيقول يعني دي 3 مرة انا اجبت على السؤال ده 3 مرات قبل كده. طب انت جيت متاخر يا صحفي ولا ما؟ المهم، فهو الوقت احنا المفروض الراجل بنقول له يعني اسئله ترحيبيه، ونسال عن
السي في بتاعه، بنسأل عن مدى متابعته للكرة المصرية، بنسأل عن مدى متابعته للنادي الأهلي بعد ما بدأ التفاوض معاه، ولكن أنا أسأله عن حاجات المفروض يسأل عنها حد بقاله على الأقل 3 أشهر شغال مع النادي الأهلي. صحيح، لكن كمان طلبوا منه يوجه رسالة للجمهور. نشوف رسالة مارتن لاسارتي لجمهور الأهلي. ديريا que nos tengan un poquito de paciencia. يصبروا علينا بس شوية. Fundamentalmente al equipo, no a uno, al equipo. على الفريق. مش عليه هو. Vuelvo a decir que vamos a trabajar mucho. هيشتغل بجد. Para conseguir los objetivos. عشان يوصل الأهداف اللي que todos queremos. Todos queremos. اللي احنا عاوزينها كلنا. Y estoy seguro y convencido que los vamos a conseguir. وهو مقتنع وواثق إن هو هيقدر يوصل الأهداف دي. Nada más. بس. إجابة رائعة. أنا جاي ليه؟ آه. هو الراجل بيقول أنا جاي ليه؟ جاي عشان ده نادي عظيم وله أهداف عظيمة، أنا جاي ومقدر ده وعارف أنا بشتغل فيه. وقالوا إن شاء الله أنا هعمل كل الجهد اللي عندي علشان أحقق الأهداف دي. ما أنا جاي عشان أعمل إيه؟ أنا جاي عشان أكسب وأكسب النادي الأهلي وأخد بطولات. وفي آخر المؤتمر سيد أهداه التيشيرت أهو. وهو برضه بالحماس اللاتيني. كان بيلبس نمره 5 وهو لاعب لاسارتي. هو لاسارتي. لان انا شكيت انها تكون بالزد، لو كانت بالزد كان لازم يتنطق لاسارتي. وبص برضو من حماسه هيلبس التيشيرت يعني اهو. بص الصحفيين طلعوه من هدومه. يعني هو برضو ده برضو الحماس بتاعه في التعامل مع الفريق والجمهور. ومدافع نحل مشكلة الدفاع شوية اهي. الحقيقة أنا موضوع المدافعين دول أنا سعيد بمحمد هاني. سعيد جدا بنيدفيد. كريم ما شاء الله. في أي حتة. ما أنا هم دول بقى اللي أنا كنت عايز أتكلم عن قصتهم. يعني كريم نيدفيد ده لو كان يتابع ما يقال عنه على مدى شهرين 3 قبل الفترة الأخيرة، أنا لو منه كنت أبطل كورة. وهو الراجل بيعمل كل اللي عنده، هو بيعمل كل اللي عنده، بس ما كانش محطوط في الحتة الصح، ما لعبش ماتشين 3 ورا بعض. قضية السوشيال ميديا أنا هاجي لك فيها كقضية لوحدها، لأنه الحقيقة محتاجة فعلا وقفة مهمة. لكن سألنا عدد من الزملاء الصحفيين بعد المؤتمر توقعاتكم إيه بقى لمارتن لاسارتي وهو يخوض هذه التجربة الجديدة كأول مدرب غير أوروبي أو أول مدرب أجنبي غير أوروبي يقود كرة الأهلي. نشوف التاريخ. أنا شايف إن النادي الأهلي يعني ماشي على الطريق الصحيح، إن هو اختار مدرب بهذه السيرة وهذه الكفاءة. أنا أتوقع له النجاح مع النادي الأهلي، خاصة النادي الأهلي يعني استفاق في الدوري كويس جدا. أعتقد المدرب يعني قدامه كل الدروس اللي فاتت، هو شايف تجربة مانويل جوزيه، شايف تجارب المدربين اللي قبله. مؤكد النادي الأهلي دايما بيحقق المعادلة دي، بيبقى عايز يعمل فريق لكنه عارف النادي الأهلي وجماهيره لا يقبل إلا الفوز بالبطولات، فبيمشي في الاثنين. أعتقد إن ده المطلوب في هذه المرحلة، إنه يعد فريق جديد وعينه على البطولات.
كذا مدير فني اجنبي جه مسك النادي الاهلي ما كانش ليه تجارب في افريقيا وقدر ينجح وقدر يعمل تاريخ ويعمل سي في. مانويل جوزيه لما مسك النادي الاهلي ما كانش ليه تجارب يمكن في افريقيا ومع ذلك عمل مسيره تاريخيه جدا. ده مش مقياس، المقياس الوحيد ان هو الراجل قال ان هو هيشتغل، يتبقى بس الدعم من الجمهور والثقه والاجتهاد من اللعيبه، وان شاء الله كل العوامل دي تكون قادره ان هو ينجح ويعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي ان شاء الله. وارد جدا خصوصا ان انت عندك برده مجموعه لعيبه جديده داخله على الفريق، في مجموعه من العناصر الشابه اللي يمكن بتبحث عن ان هي تعمل تاريخ لنفسها وتثبت اقدامها في السنين الجايه. عندك برده حته الظروف ان النادي الاهلي يمكن عنده دعم كبير جدا من جمهوره، الدوافع كبيره جدا بعد غياب يمكن اكتر من سنه عن التتويج بدوري ابطال افريقيا. اعتقد كل الظروف والدوافع ديت تتبقى بس التوفيق والدعم، وان يكون في توفيق حليف للفريق ان شاء الله ويقدر ان هو يرجع من خلاله لمنصات التتويج ويعود للمكانه الطبيعيه المستحقه ليه. عارف حجم الضغوط الملقاه عليه، عارف ان جماهير الاهلي لا ترضى بغير البطوله. اعتقد ان هو على درايه كامله بالكلام ده، واعتقد ان هو برده جاهز لمواجهه التحديات والضغوطات اللي هتبقى ملقاه على عاتقه. كتير جدا بيشبهوا تجربه مانويل بتجربه مارتن بتجربه مانويل جوزيه، وبيقولوا ان هو الناس كتير بتقول ان هو قادر على تكرار نفس الامر. واعتقد ان في حاله رضا لدى جماهير الاهلي بالتعاقد مع المدير الفني، شخصيه قويه عنده قدره على صناعه لاعبين كبار، عنده قدره على قراءه الملعب، عنده قدره على تنويع طرق اللعب، عنده قدره على توظيف لاعبين في اماكن غير اماكنها الاساسيه. ان هو هيناسب المرحله الحاليه اللي بيعيشها النادي الاهلي، اولا الراجل اتعامل مع لاعبين نجوم في سنه صغيره، والنادي الاهلي حاليا بيبني فريق جديد لخمس ست سنين قدام، وده شفناه في معدل اعمار الصفقات الجديده، زائد برضو اللعيبه اللي انضمت للنادي الاهلي مطلع الموسم الجاري زي ناصر ماهر، في برضو كريم نيدفيد بدا من عناصر اللي هي بدات تاخد فرصتها بشكل اساسي. فاعتقد ان الراجل هيكون مناسب لمرحله بناء فريق جديد وثقل مواهب في سنه صغيره. يعني المقارنه صعبه شويه، لان النادي الاهلي برضو لازم نعترف ان هو مفتقد سلاح مهم جدا جدا الفتره الاخيره، هو سلاح الجمهور. انما الظرف الحالي لا، انت بتبني فريق جديد بالفعل، انت لسه لعيبه صغيره في السن، لعيبه بتبنيها لحوالي 10 سنين قدام، فاعتقد لا المقارنه هتكون ظالمه بنسبه كبيره. عشان كده شايف ان مهمه لاسارتي هتكون اصعب، سواء لاسارتي او اي مدرب تاني كان جه مكانه، المهمه صعبه جدا. لاسارتي جاي على فريق خسران نهائي دوري ابطال افريقيا سنتين ورا بعض، فدي طبعا صعبه جدا، وجاي على فتره ضغط مباريات كبيره جدا. واضح ان هو مدرب كويس، واضح ان هو هيفرق مع النادي الاهلي، واضح في كلامه ان هو راجل عنده شغف كبير وعارف قيمه الاهلي، ودايما الاهلي بيحتاج مدرب يبقى عنده طموح، ما يبقاش مدرب جاي يتفسح في مصر او جاي مدرب جاي بيقضيها زي ما بيقولوا. ما نقدرش يعني نساوي التجربتين، التجربه طبعا هتبقى ظلمه كتير لمستر مارتن، بس اعتقد لو اداره الاهلي قدرت تستقطب عدد من النجوم اللي هم برده متوفرين وان هم ممكن متواجدين، هيقدر يرجع تاني للبطولات سواء محليا او افريقيا، وممكن يقدر يحقق الانجازات اللي حققها مستر مارتن جوزيه. طيب ده خلاصة رأي عدد من الزملاء الصحفيين في تطلعاتهم لاسارتي، والحقيقة يمكن الكل لمس الجزئية أو الأوجه التشابه اللي الأستاذ حامد أشار إليها، طريقة التكوين الثقافي، الشخصية نفسها، التوقيت، حتى الطريقة اللي جاي بيها، كلها معطيات تكاد تكرر في عند الناس تجربة مانويل جوزيه. صحيح. لكن ما فعله مانويل جوزيه وما توفر لمانويل جوزيه الليلة لا تشبه البارحة. بعد الفاصل هسأل الأستاذ حامد عز الدين عن أقوى سلاح كان في إيد مانويل جوزيه يقدر لاسارتي يمسكه في إيده ولا لا، بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسأل الأستاذ حامد قبل الفاصل أنه في متغير مهم جدا بين مانويل جوزيه وبين مارتن لاسارتي. مانويل جوزيه أياميه ما كانش فيه سوشيال ميديا، مانويل جوزيه كان الجمهور هو الجمهور الحي في المدرجات، المدرجات الكاملة بهذا النبض الأهلاوي المتدفق اللي كان يكفي أنه مانويل جوزيه يقدم مباراة كويسة أو يطلق تصريح أهلاوي شديد يلاقي الكل في ظهره. حاليا المدرجات ليست كاملة، الجمهور عازف أو مبعد، في كل الأحوال النتيجة واحدة، ثم أنه الكل على السوشيال ميديا خبراء يا أستاذ حامد. هذه هي الكارثة على فكرة، احنا بنتكلم عليها على مستوى الرياضة، أنا بتكلم عليها
على المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي والمستوى الأخلاقي. السوشيال ميديا الحقيقة لابد من وقفة أمامها، خصوصا أنه هناك برامج تلفزيونية وصحف أصبحت تعتبر ما يرد عبر السوشيال ميديا مثارا للتعليق ولإعادة النشر وهكذا. أنا ضد الكلام ده، يعتبروه مصدر للأخبار غير طبيعي، لا يصح. أنا صحيح. أنا النهاردة ما بقول أنا واخد عن أخبار اليوم، واخد عن الأهرام، واخد عن الجمهورية، واخد عن الوفد، واخد عن أي حاجة لها كيان مسؤول منضبط. فعندما أعرف أن ده كذب، أما هكلم الكيان ده يبقى هو ده المسائل متحمل مسؤوليته. احنا عندنا بقى في 25 مليون صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية، فنية وسياسية، وأداء كل حد بيقول زي ما يقول. وبعدين كلما كان الأمر فيه الرجل الذي عض كلبا فتلاقي يتم تداوله بشكل غير طبيعي. هذا يعني هذا الجو مش ممكن أبدا الإبداع فيه. الحكومة المصرية في 4 أيام اضطرت إلى أن تصدر نافيا لتسع إشاعات. أصدرت نافيا في 4 أيام لتسع إشاعات ملهاش أصل من الصحة. يعني إيه؟ وراجت طبعا، والناس بدأت تتكلم. أنا ناس من برة تكلمني تقول لي هي مصر مش عارف هتبيع الهرم. دي نكت. فما يحدث برضو بالنسبة للوسط الرياضي بقى كده، وفي ناس بتصنع يعني أنا شفت التسريبات الحقيقة يعني لمحادثات على الواتساب ومحادثات على تويتر ومحادثات على انستغرام بالناس بتضع مؤامرات ضد النادي الأهلي. وطبعا أنا بشم برضو الريحة، بس حتى ده الناس بتنشغل في 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 فلتان في فلتان. فيجب على جماهير الأهلي الحقيقية، وأنا شفت تحركات في الفترة الأخرانية على تويتر تحديدا، لكن أنا عايز الفيسبوك لأنه إحنا في مصر بنستخدمه أكتر. عايزين يبقى في الأهلوية الحقيقيين يشاركوا في معركة ضرب أي محاولة لدس الأسافين، دق الأسافين في النادي الأهلي وبين الناس بتوع النادي الأهلي وبين جماهير النادي الأهلي وبين لعيبة الأهلي غير طبيعي. أنا النهاردة لو أنا كريم نيدفيد، صحيح هذا النموذج للاعب الأهلاوي بكل سماته التي نعرفها، المقاتل، الصلد، المهذب، المؤدب، الموهوب، اتعرض للاغتيال المعنوي والنفسي، اغتيال معنوي شديد جدا عنيف. الان كله رجع قال لك اصل احنا كنا غلطانين. ما حدش قال انا كنت غلطان. بيقول لك ايه، لا كنا غلطانين، ولا ده كريم وهكذا وغيره يعني. فاحنا اذن دور الجمهور في كل الاماكن، سواء الجمهور اللي المفروض يروح المدرجات، لانه برضو هذا العزوف انت النهارده فاتح للجمهور بالحجز على الإقبال في مباراة النجوم ضعيف جدا، واخد بالك. المباراة اللي قبلها في المباراة بتاعت بطل أثيوبيا كان الجمهور تقريبا مش موجود، عدد محدود للغاية. فبالتالي على الجمهور ان هو برضو يطلع بدوره طبعا. بس ما انا برضو انا يعني ارجو من الجهات المسؤولة انه احنا يعني مش معقول. انا مباراة في دور ال 32 الاهلي واثيوبيا، والجو كان ساعتها يعني ماطر جدا، والحالة صعبة، والعبها في اسكندرية. انا اعتقد انه ده موضوع لابد من الكل يتعرى ونجتمع، لان جمهور الاهلي هو السلاح الامضى لفرقته، السلاح الامضى لفرقته. صحيح. الفرق بين الاهلي وبين اي فريق داخلين على كاس الامم، وعايزين ننظم ان شاء الله تمهد للعوده لكل جماهير الانديه ترجع للمدرجات. بس الموضوع مهم. والنقطه الثانيه ان جماهير الاهلي على السوشيال ميديا لا تنجر
وراء هؤلاء الذين يحاولون ضرب النادي الأهلي وتخريب النادي الأهلي. وطبعا الموضوع فيه تفاصيل. اليقظة ثم اليقظة. نعم صحيح. لكن هي الأكاذيب مش جديدة والضلالات مش بتاعة النهاردة. المسألة ليها جذور في التاريخ. حتى لما في الستينات الأهلي مستواه اهتز بفعل النتائج وقتها، ودي حركة التاريخ بالمناسبة عادية، اللي يقرأ تاريخ كرة القدم أو تاريخ الرياضة المصرية عامة، في النادي الأهلي هتلاقي حقبة زمنية ممكن تكون 10 سنين أكتر أو أقل يحصل نوع من إعادة التجديد وإعادة بث طموحات جديدة، تغيير عناصر بشكل طبيعي، فبيكون في جيل جديد. في فترة الستينات، في الستينات لما تراجع مستوى الأهلي وساءت النتائج، اترددت نغمة كتيرة انه في المشير عبد الحكيم على الدفاع هو اللي انقذ الاهلي، هو راجل زملكاوي كان بشكل معلن وصريح، فضلت ثابت دايما وابدا في الذهنية المصرية عامة، الاهلاوي عارف انه في زملكاوي انقذ الاهلي، والزملكاوي عارف انه في زملكاوي من عندهم هو اللي انقذ الاهلي. والسبب ايه؟ تعيين وقتها الفريق عبد المحسن كامل مرتجي احد رجال وقادة القوات المسلحة رئيسا للنادي الأهلي في مرحلة الإنقاذ. الزميل أحمد أسامة واحد من الأهلوية النشطاء الوعيين على اليوتيوب، في قذائف أسامة خصص فقرة لمعالجة هذه ما أسماها الأكذوبة أو الضلالة. نعم. في قصة إنقاذ المشير عبد الحكيم عامر للأهلي، إيه مدى قصتها؟ نشوف أكذوبة المشير وإنقاذه للأهلي. كرويا النادي الاهلي بعد 4 سنين غياب عن البطولات في الستينيات بيحقق بطوله كاس مصر في مايو 66، ولان العقل البشري دايما بيبدا من عند النتيجه ويدور لها الاسباب، فطبعا دوروا على سبب تحقيق النادي الاهلي بطوله بعد غياب 4 سنين، فكان تعيين الفريق مرتجي قبل 5 شهور من تحقيق النادي الاهلي البطوله هو السبب المنطقي بالنسبه للبعض. وبما ان الفريق المرتجي تم تعيينه من قبل المشير عبد الحكيم عامر اللي هو رئيس اتحاد الكره وقتها الزملكاوي، اذا المشير عبد الحكيم عامر الزملكاوي هو اللي انقذ النادي الاهلي من الانهيار، وهو ده موضوع اكذوبه النهارده اللي انا مش معترف بيه. وانت كمان من حقك تقول لي ان انا بستخدم مغالطه منطقيه بان انا عاوز اعزل السبب عن النتيجه وهو سبب تعيين الفريق مرتجي والنتيجه اللي هي بطوله كاس مصر. هقول لك بيني وبينك فيصل تسلسل الاحداث اللي هنبداها من تصريحات الفريق مرتجي عن تعيينه كرئيس للنادي الاهلي لاول مره. في يوم كان 20 اكتوبر فاكره، ان كان يوم عيد القوات البريه، فوجئت بان عبد الحكيم عامر الله يرحمه جه، انا فاهم انه جاي يعني يهنينا وبتاع، وقال لي اركب معايا. فركبت معاه العربيه، هو بيته في الجيزه، جه قدام النادي الاهلي ووقف، قال لي من بكره تكون هنا. قلت له ازاي انا مش فاضي؟ قال لي من بكره تكون هنا، دي اوامر الرئيس جمال. قلت له طب ده في رئيس النادي، ده في المحافظ رئيس النادي. قال لي مالكش دعوه، انا هننظم كل حاجه. وقد كان دي اوامر بقى صدرت، فاضطريت ان انا لازم انفذ هذه الاوامر. طبعا واضح من تصريحات الفريق المرتجي ان في نقطتين لازم نركز عليهم. النقطه الاولانيه ان المشير عبد الحكيم عامر قال له ان قرار تعيينك كرئيس للنادي الاهلي جاي من رئيس الجمهوريه شخصيا الرئيس جمال عبد الناصر. والنقطة الثانية هو وقت اتخاذ قرار بتعيين الفريق المرتجي اللي هو 20 اكتوبر 1965. بالنسبة للنقطة الأولى، ممكن بعض الناس يقولوا إن المشير عبد الحكيم عامر كان حابب إن الفريق المرتجي أو كان نوع من أنواع الضغط على الفريق المرتجي إن هو يقبل رئاسة النادي الأهلي، هو راجل عسكري وهيقبل رئاسة النادي كروي، إن هو يقول له إن الموضوع جاي من رئيس الجمهورية وإن كنت أشك في الأمر. ولكن أنا همشي معاك إن الفريق المرتجي تم تعيينه من قبل رئيس اتحاد الكرة الزملكاوي المشير عبد الحكيم عامر، وكمان همشي معاك ان ده السبب اللي خلى النادي الاهلي يحصل على البطوله. بس انا عايزك بنفس منطقك ده بقى تيجي معايا نرجع 3 سنين لورا، وتحديدا سنه 1962 بعد رحيل احمد عبود باشا عن رئاسه النادي الاهلي بعد 15 سنه ترأس فيها النادي الاهلي لم ياخذ دعم واحد جنيه واحد من الحكومه، كان بيصرف على النادي الاهلي من جيبه. حقق النادي الاهلي في عهده 23 بطوله منهم 11 بطوله دوري عام من
من اصل 12 مسابقه اتلعبت غير 8 بطولات كاس مصر وثلاثه دوري القاهره وبطوله الجمهوريه العربيه المتحده اللي كانت بين انديه مصريه وانديه سوريه، يعني 23 بطوله في 15 سنه في الوقت اللي الزمالك كان حقق فيه 12 بطوله، يعني تقريبا الضعف. مش كده وبس، لما رحل احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي عن النادي الاهلي كان النادي الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الجمهوريه العربيه المتحده، يعني كان بطل البطولات المتاحه قدامه في السنه دي. وجاء قرار تعيين محافظ القاهره صلاح الدسوقي رئيس للنادي الاهلي خلفا لاحمد عبود باشا عشان يمر النادي الاهلي باسوأ 3 مواسم كرويا منذ انشائه حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي. 3 سنين البطل بقى بيطلع رابع الدوري وبيطلع خامس مجموعته، بقى من اصل 21 مباراه بيلعبها خلال الموسم بيفوز 7 ويتغلب 7 ويتعادل 7 واصبح فريق متوسط، وغابت هويه البطل عن النادي. ومش كده وبس، كمان بقى في شلاليه داخل النادي الاهلي وسط اللاعبين، وكمان بقت في اعضاء كمان او اسر محرومه من دخول النادي عشان يمر النادي الاهلي بثلاث سنين من اسوأ ما يكون. فلو انت شايف ان قرار تعيين الفريق مرتجي وانه جلب بطوله هو انقاذ للنادي الاهلي، فلازم تشوف بنفس المنطق ده ان قرار تعيين صلاح الدسوقي هو انهيار للنادي الاهلي، انهيار للفريق البطل. وما ان صاحب قرار التعيين واحد يبقى ما ينفعش تشوف بعين واحده. الفريق مرتجي هو ان اصلاح ما تم افساده، مش قرار انقاذ. ده لو اعتبرنا اساسا ان بطوله كاس مصر كانت هي الانقاذ للنادي الاهلي، ولو اعتبرنا ايضا ان اصلا للانقاذ، لان الحقيقه غير كده. إذن هي يعني أحمد أسامة عايز يقول إنه القرار ما كانش من قبل المشير عامر، نقل قرار رئيس الجمهورية وقتها الرئيس جمال عبد الناصر وقال له دي أوامر عليا جاية لي بضرورة إن أنت تكون هنا في النادي الأهلي بكرة للفريق مرتجي، بالإضافة إلى إنه الانهيار ما كانش في فترة عبود باشا. الانهيار بدأ بسبب تعيين صلاح الدسوقي محافظ القاهرة رئيسا للنادي الأهلي. نعم، هي الـ 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 القضية، أنا من الذي يصنع مثل هذه القضايا؟ مين اللي فسرها بالتفسيرات دي؟ الموضوع ما كانش كده خالص، والقضية كانت غير كده. الذين يحاولون إن هم يعني نافخ الكير، في نافخ الكير اللي هم بيعيشوا على أن يصنعوا أكاذيب ويصنعوا أساطير. صحيح، هم دول اللي قالوا الكلام ده. صحيح. انا طبعا سعيد بالمواطن الاهلاوي الرائع احمد اسامه، بس حتى هذا الموضوع احنا ولا نتكلم فيه لانه ما هي فتره. هو ده الحقيقه، ده اهتمام ملك وكتابه في حته الحفاظ على التاريخ، لانه برضو الاجيال الجديده مش وصل لها التاريخ كاملا، وانت في حاجات كتيره جدا من شده الطمس بتتحول الى حقائق لدى البعض، فلعل من المناسب محاولة إظهار الحقيقة التاريخية أو الرد على مثل هذه الأمور. ماذا حدث في عملية الإنقاذ بقى؟ إيه حقيقتها بالضبط؟ نشوف أحمد أسامة. والحقيقة قرار تعيين الفريق مرتجي ما كانش له علاقة خالص بإنقاذ النادي الأهلي من عدمه، وده له أسباب كتير. أولا، اللي عايز ينقذ فريق بطل مش هيسيبه 3 أو 4 مواسم بيتعرض لخسائر وانقسامات داخل الفريق ومشاكل مع مدير الكرة ويتفرج. أكيد كان هيتدخل في الموسم اللي ما كانش الأول يبقى الثاني على الأقل الثالث، مش استنى لرابع موسم. السبب الثاني إن جماهير النادي الأهلي خلال 3 أو 4 مواسم دولت كانت في قمة غضبها، وده اللي دفع محافظ القاهرة ورئيس النادي الأهلي اللي هو صلاح الدسوقي إن هو يقيل مجلس الإدارة اللي هو رئيسه في تاريخ 20 يناير 1965 ويعين مجلس إدارة جديد برئاسته برضه، وغير بس الأعضاء النادي. إذا كان رئيس اتحاد كرة مش هيستنى إن رئيس نادي يغير الأعضاء عشان يسكن غضب جماهير، لكن دي طبعا كلها احتمالات وكلام مجرد كلام وارد وظنون. لكن المؤكد اللي بيثبت إن قرار تعيين الفريق مرتجي ما كانش الإنقاذ هو النقطة الثانية اللي اتكلم عنها الفريق مرتجي، وهي وقت ما المشير عبد الحكيم عامر راح له يقول له أنت هتكون رئيس النادي الأهلي، هو تاريخ 20 أكتوبر
1965. وبالمناسبة الفريق مرتجي لم تخونه الذاكرة في التاريخ ده، لأن جريدة الأهرام في تاريخ 29 أكتوبر 1965 أعلنت تحت عنوان اتجاه لتعيين الفريق مرتجي رئيس للنادي الأهلي. ومش كده وبس، ده كمان أعلنت أعضاء مجلس الإدارة، يعني أعلنت مجلس إدارة النادي الأهلي في تاريخ 29 أكتوبر 1965. وهنا هنروح للسؤال البديهي، هل النادي الأهلي عند التاريخ ده كانت حالته تستدعي لتدخل بتغيير مجلس الإدارة، أو حالته تستدعي لإنقاذ؟ الإجابة لا، لأن التاريخ ده كان مر على بداية الموسم 3 أسابيع فقط لغير. النادي الأهلي فاز في مباراة، اتعادل مباراة، وانهزم في مباراة، ونادي الزمالك اللي هو المنافس وقتها فاز في مباراتين وانهزم في مباراة واحدة، يعني حقق 4 نقط والنادي الأهلي حقق 3 نقط. والأهم إن فريق الأولمبي اللي حقق الدوري في الموسم ده كانت نتائجه زي نتائج الأهلي بالظبط، فاز مباراة، اتعادل مباراة، خسر مباراة. أعتقد أمر واضح جدا إن الموضوع ما كانش مستاهل إنقاذ، خاصة إن المباراة اللي خسرها النادي الأهلي كانت قدام الإسماعيلي في الإسماعيلية، وده كان أمر وارد ومنطقي. أمال ليه القرار ده صدر في التاريخ ده؟ ليه صدر إذا كان الجدول طبيعي والموسم فات عليه 3 مباريات فقط؟ ليه صدر قرار تعيين الفريق مرتجي تحديدا في هذا التوقيت؟ نشوف أحمد أسامة. إيه الإجابة على سؤال ليه تعيين الفريق مرتجي رئيس للنادي الأهلي في التوقيت الحالي؟ بيتلخص في أن رئيس النادي الأهلي ومحافظ القاهرة اللواء صلاح الدسوقي أصبح سفير لمصر في دولة فنلندا، والمفروض أنه هيسافر في ديسمبر يستلم مهام عمله، وبالتالي منصب رئيس النادي الأهلي أصبح شاغرا، ومن هنا جاء تعيين الفريق مرتجي وتعيين مجلس إدارة بالكامل للنادي الأهلي خلفا للواء صلاح الدسوقي. والحقيقة الكلام ده أعلن زي ما قلت في الأهرام في 29 أكتوبر 1965، لكن القرار لم يوضع محل التنفيذ سوى في 26 ديسمبر 1965، يعني تقريبا بعد شهرين. خلال الشهرين دول تم تكريم اللواء صلاح الدسوقي في مباراة في 21 نوفمبر بين الأهلي ودمياط، ومن وقتها استلم أحد وكلائه إدارة النادي الأهلي وبدأت تسوق النتائج. والغريب أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو المفروض منتهي وهيرحل مع رحيل صلاح الدسوقي كانوا كمان رافضين الإقالة أو الاستقالة، وبيعتبروها شيء مهين بالنسبة ليهم. ومن تاريخ أكتوبر حتى تاريخ 26 ديسمبر وصل النادي الأهلي بعد ما كان بينه وبين الزمالك نقطة، وصل للمركز العاشر في مسابقة الدوري. ومن هنا تبلورت الأكذوبة أن النادي بتعيين الفريق مرتجي، لو الموضوع كان أصله إنقاذ ما كانش اتجمد القرار لمدة شهرين. الحقيقة أن القرار ما كانش قرار إنقاذ قد ما هو قرار إجباري برحيل اللواء صلاح الدسوقي للسفر للخارج أو للسفر لفنلندا، وبالتالي دي أكبر أكذوبة في التاريخ، أكذوبة الزملكاوي اللي أنقذ النادي الأهلي من الانهيار. طيب، يعني مثل هذه المعالجات التاريخية دي معالجة رائعة الحقيقة وموثقة، يعني فيها مجهود توثيقي جيد. وأنا أعتقد أنه يعني قناة النادي الأهلي لابد أن تتعامل مع مثل هذه الأكاذيب، حتى لو كانت هي بتنشر كده يعني ذرا للرماد في العيون، ويتم التعامل معها بهذا الشكل الرائع اللي هو عمله الأستاذ أحمد أسامة. طيب أستاذ حامد، الأهلي يعني صديقك العزيز المهندس عادل القيعي في الترانزيت حاليا، حتى جاي من أنغولا على دبي، ودبي بكرة يكون في القاهرة إن شاء الله. إن شاء الله. لكنه أبرم صفقة مهمة، جيرالدو. نعم. جيرالدو والدور لجيلبرتو. صحيح. جيلبرتو ده وفلافيو. أو مش هو جيلبرتو وفلافيو، أنا لسه سامع حوار مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولين. الكابتن عماد النحاس الحقيقه قال كلام اللي هو كل الاهلاويه، كل الذين لعبوا في النادي الاهلي، كل الذين تعاملوا مع ادارات النادي الاهلي بيتفقوا عليه. بيقول له لو الاهلي عايزك قال له نشتغل. طب ما نسمعه. يا ريت انه عماد النحاس حتى عامل تجربه مع المقاولين
يعني ربما كان أنجح المدربين اللي موجودين دلوقتي. نعم. نشوف عماد النحاس وكلام فعلا مهم جدا لكل أهلاوي. تقبل تبقى مدرب عام في النادي الأهلي؟ قبل أشتغل مع عم حارس معنا في النادي الأهلي. على فكرة في أول الموسم تعرض تاني وأنا قاعد أغير الكارير بتاعي مرة تانية وأرجع تاني إداري. ده يعني ده حاجة يعني أنا ما كلمتش في الموضوع ده نهائي. أنت عارف أنا الحمد لله قليل جدا في الظهور يعني. وأنت عارف إن أنا يعني لو جابوا مدرب عام ممكن تشتغل مدرب مساعد؟ حاليا وأنا في النادي المولين لو السؤال دلوقتي لا نرجع لنادي المولين. لو أنا مش هيكون عندي مانع. لو لوحدك؟ لو الواحد انا قلت لك ده لما اتعرض عليا اداري قلت ما عنديش مشكله طبعا. اي منصب في النادي؟ اخدم النادي الاهلي طبعا ما عنديش مشكله. انا يعني مش متخيل ان انت المكان انت بتحبه ازاي وما تخليش انا برضه اروح لنقطه فيها اهلي وزمالك. مدرب الاهلي لما يلعب الاهلي اللي انت اتعرضت له الماتش اللي فات بشكل عنيف جدا. طب بعد المكسب يعني انا بقول دي للناس اللي هي اصحاب المقولات اللي هي ملهاش اي لازمه عيب. ولا انا قابلها على مدربين الاهلي ولا انا برضه كعماد قابلها على مدربين الزمالك. مستحيل مدرب زملكاوي بيلعب ضد نادي الزمالك يبقى في مبدا حته تفويت المباراه. مستحيل. وانا بقول عيب مش عايز اقول حاجه يعني اكبر من كلمه عيب. فرحت ان انت فزت على النادي الاهلي؟ اكيد انت بتحبه وبتعشقه. 3 بونت طبعا. طبعا جدا فرحت. لان هتتكرر قد ايه؟ ايه هتتكرر قد ايه؟ بص يا مهيبه خلينا نتكلم بصراحه. مين الطرف الاقوى في المباريات في ان انت بتلعب الاهلي او الزمالك النهارده او بيراميدز؟ مين الاقوى؟ لما انت بتعمل ده بالنسبه لك انجاز ان انت تكسب النادي الاهلي. ما افرحش ليه؟ حتى لو انت اهلاوي. اذا كان الاهلاوي فرح لي اللي بيشجع النادي اللي كان في الملعب كان زعلان ويقول انا مبسوط عشان انت اللي عامل فينا كده. وطلعت بعد الماتش قلت يا جماعه انا زعلان على الوضع اللي فيه النادي الاهلي. انا زعلان ان احنا كسبت النادي الاهلي ازاي وانا عامل فرح في الملعب في اوضه اللبس. بص انا يعني دي رساله للناس اللي بتتكلم في محاوله التفرقه. ده ابن النادي وده مش ابن النادي وكانه ابن الاهلي فقط هو اللي كان في مدرسه الكوره في الاهلي واكم من ابناء لم يصونوا حتى العشره مع النادي واخد بالك. لكن بص الناس كتير جدا يعني انا سمعت افتكر كان من حوالي شهرين كده ولا حاجه حوار إذاعي لإينو معتز إينو يعني بيقول لك الأهلي لا يقارن بحد تاني وهل العجيزي وكل الناس اللي لعبت ومشي. النهارده وأنا بسمع عماد النحاس وهو في نشوة الانتصار لأنه الأهلي أساس أهم حاجة عنده أنه لولاده أنت يعني بتموت نفسك عشان خاطر الفانيلا بتاعتك او ال وانت ب ب ب الاهلي بيكسب بايه بده صحيح بانه لعيب الاهلي حاجه مختلفه. في قصص كتير جدا حوالين هذا الموضوع. لك هو بيقول انا عايز انزل الم كور انا اشتغل مع عم حارس وهو مدرب فنيا ناجح بهذا الشكل. قال لو الاهلي طلب مني اغير الكارير بتاعي واحتاج اداري هكون اداري لانه لما الاهلي كان احتاجه قبل كده احتاجوا مساعد مدير قطاع الناشئين في شق اداري مع الكابتن محمد عامر. قال لك انا ما منعتش وقتها رغم ان انا كنت اخذت مشوار في طريق العمل وتكررت هوافق انا ما عنديش اي مشكله. لكن الرائع هو هذا العشق لجيلبرتو وفلافيو للنادي الاهلي. عشق من يعني انا اتفرجت على جيلبرتو هو بيشجع بروميرو دو اجوستو لابس فانيله النادي الاهلي رايح الملعب بفانيله الاهلي هو ده اللي هو الانتماء الشديد والحب الشديد. وانا سعيد جدا 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 بانه النادي الاهلي ومش بس وانيس بوجلبان في تونس صحيح وحرصه عن كل شيء يخص النادي الاهلي. اي حد بيلعب في النادي الاهلي بيعرف قيمة النادي الأهلي وبيحطه فوق الراس لأن الأهلي سيظل فوق الراس على كل المستويات إن شاء الله. جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الأفريقية. ده كان عنوان الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي عن انتقال
جيرالدو داكوستا للنادي الاهلي بعد توقيع اللاعب وناديه نائبه نوبرتو دي كاسترو وممثل للنادي الاهلي اللي هو المهندس عادل القيعي. وابرز الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي المعلومات الكافيه عن جيرالدو، هو يبلغ من العمر 27 سنه، طوله 170 سنتيمتر، بيلعب برجله الشمال وبيجيد اللعب في كل مراكز التلت الهجومي سواء في الجناح الايمن او الايسر او صانع الالعاب. من اصول برازيليه بدا حياته الكرويه في البرازيل، كان ضمن صفوف كورتيبا البرازيلي عام 2009-2010، لعب 16 مباراه في دوري القسم الثاني البرازيلي، سجل فيهم هدفين. في موسم 2010-2011 صعد بفريق كورتيبا للدوري الممتاز في البرازيل، وشارك جيرالدو في 15 مباراه في الدوري الممتاز البرازيلي، ورجع لعب لأول أغسطس الأنجولي، ومسيرة معاه كاملة حتى شارك معاه في التأهل لقبل نهائي دوري الأبطال يا أستاذ حامد. نعم. هو لعب أنجولا. أنجولا. لعب معاه نهائيات أمم أفريقيا. واضح طبعا أنه من نوعية فلافيو. مش من نوعية فلافيو. هو فلافيو كان فايتر وكان قوي، كان بيلعب بدماغه. الراجل ده في مواهب اكتر من فلافيو. اتفرجت له على عدد من المباريات او مقتطفات من مباريات كتيره، فراجل بتاع كوره كوير جدا، دماغه فيها كوره كويسه، وعشان كده كان الحرص الشديد من جيلبرتو انه يجيبه الى العملاق الافريقي، الى اعظم الانديه الافريقيه. وده على فكره الاعلان الرسمي من نادي بروميرو دي اجوستو عن صفقه انتقال جيرالدو للنادي الاهلي. فانا شايف انه يعني المكان بتاعه احنا محتاجين، سنه وخبرته 27 سنه ان شاء الله يدي للنادي الاهلي كتير ويكون عنصر مفيد. مشكلته الوحيده انه لعب ماتش بتاع دور ال 64، فمش هتستفيد منه في افريقيا. لكن ان شاء الله نتفرج عليه، لانه خصوصا ان البطوله الافريقيه المره دي كلها 6 شهور اقل كمان، يعني هتبدا هو في يناير وهتخلص في اول يونيو بالظبط. نتفرج عليه ان شاء الله في الدوري المحلي، ويبقى الموسم اللي جاي يكون واحد من اعضاء بطل افريقيا للمرة التاسعة بإذن الله. إن شاء الله. الحمد لله على السلامة وألف سلام عليك. الله يسلمك يا رب. الله سعيدنا يسلمك. بيك وشرفنا بوجودك. اديني بس جملة واحدة مرة هي أخرى. هي أقول لأهلوية شرم الشيخ شكرا على المحبة اللي أحطوني بيها على مدى 4 أيام في هذه المدينة الجميلة جدا جدا جدا. وانا طبعا الحقيقه كنت ببقى يعني كنت اظن انه المؤتمرات الكتيره اللي بتتعمل في شرم الشيخ هي لصالح التجاره والعمل والشغل في شرم الشيخ، فهم عملوني رساله انه يا ريت الاجراءات الامنيه، لانها جميله جدا جدا، بس تبقى فتره المؤتمر مش قبلها ب3 ايام ولا 4 ايام، لان ده شويه بيأثر عليهم بالسلب، وهم ما صدقوا. اكيد ليها اعتباراتها. السياحه تبقى افضل. اكيد ليها اعتباراتها. سعدنا جدا بك يا استاذ حامد. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.